يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل والليل على النهار، يا من هدى من ضلالة وأنقذ من جهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من هو الخالق، يا من هو الرازق، يا من هو الملك، يا من هو القدوس، يا من هو السلام، يا من هو المهيمن، يا من هو المؤمن، يا من هو الجبار، يا من هو العزيز، يا من هو اللطيف، يا من هو الودود، يا من هو الرحمن، يا من هو الرحيم، يا من هو الغفار، اللهم أعتق رقابنا من النار، يا من هو الغفار، اللهم أعتق رقابنا من النار، يا من هو الغفار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم وارزقنا جميعا الفردوس بلا حساب ولا عقاب، وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. إلهنا وخالقنا ومولانا، اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا الشيء كن فيكون، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الكرم والجود، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين،
إلهنا، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله غيرك فنرجوه. اللهم فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك مبعدين. اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية، غير فاقدين ولا مفقودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك، اللهم إنا نرجوك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شابا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ومولانا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن
من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء وفتنة يا رب العالمين. اللهم واحفظ خادم الحرمين الشريفين ونائبه وجميع حكام المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم جمع كلمتهم، اللهم اجعلهم عزا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. ولا من رحمتك مبعدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.